ومدارسكم تم ترشيحها بناء على قررت منظمة سياج لحماية الطفولة بدلا من لعن الظلام أن توقد شمعة وأن تبدأ بتنفيذ برنامج توعوي وطموح يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان بين تلاميذ المدارس. تم اختيار مجموعة من التربويين بناء على دراسة دقيقة بما يكفل عملية المتابعة وتنفيذ المشروع. هذا المشروع هو مدعوم من الاتحاد الأوروبي، وفي حديثه أوضح رئيس المنظمة أن حقوق الإنسان هي ثقافة تعليمية تبدأ من صفوف الصغار بالمدارس. احنا في منظمة سياج حماية الطفولة من هذا المشروع أحببنا أن نشعل شمعة في الظلام وأن نؤسس لثقافة جديدة، ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسة التربوية والتعليمية. وقد أصدرت سياج سلسلة من القصص القصيرة التوعوية بحقوق الإنسان بين الأطفال، إنها خطوة من ملايين الأميال ينبغي قطعها، لكن من بدأها لا شك أن يصل إلى هدفه إن عاجلا أو آجلا. بعد ذلك يأتي المحور.